Ik zal je nooit, nooit vergeten. Je blijft in mijn gedachten bestaan. Je blijft in mijn gedachten bestaan. محمد الحبيب من مدينة أمستردام. أنا من مواليد الجزائر ولكن ترعرعت في مدينة وجدة، مولوع بالموسيقى والرسم. الموسيقى اللي كنت نميلها هي الموسيقى الغرناطية، بحيث أن كنت نسمع لها وأنا صغير، كنت نسمع بزاف الموسيقى الغرناطية. كنت في الأول منخرط مع الجمعية ديال الموصلية بمدينة وجدة، ولكن هاجرت المغرب وأنا في السن ديال 18 سنة، دخلت لهولندا، ومن ثم وأنا تنستعمل يعني تنمارس الموسيقى والرسم إلى حد الآن. فحاليا يلا نتجت واحد الأغنية اللي هي خليط بين الموسيقى المغربية والهولندية اللي سميتها إكساليون نويت فرخيتن، ما غاديش ننساك. ويلا لحناها في اليوتيوب ولقات إعجاب كثير من الناس، وأنا جيت فرحان. الفكرة دائما كانت يعني تراوجني في داخلي أنني دائما خصني ندير شي حاجة اللي تكون ديالك وتكون فيها يعني الثقافة المغربية في الموسيقى. كنت في هولندا، انا عمري يعني كنشوف بزاف ديال الراب، ولكن ما شفت شي حاجه اللي عندها علاقه بالمغرب وداك الاحساس المغربي. ففكرت باش مثلا نمزج الموسيقى الغرناطيه والشعبي الجزائري المغربي اللي هو خلط بين الموسيقى الغرناطيه والشعبي. فكونت هذه الاغنيه، وانا يعني جد فرحان انها بدايه ناجحه. وحاليا خدام باش ندير الدوزيام كليب اللي غادي يكون عما قريب، اللي هو تاني موسيقى تعايشيه، اللي هي امستردام فات بني مول. امستردام زوينه لان فيها ثقافات ديانات مختلفه، وباغي نوصل الفكره ان رغم ان اختلاف الديانات ولا اختلاف البلد، يعني كتجمعنا ان فكره واحده هي الانسانيه والتعايش بعضنا. انا كنت صغير ولكن باقي كنتذكر يعني شي مسائل صغيره. ان كنت صغير خصنا نهاجروا نغادروا الجزائر باش نمشيو نقلبوا على السكن في المغرب، والحمد لله يعني كانت عندنا عائله في مدينه وجده واستطعنا باش نستقروا في مدينه وجده. يعني انا ما عقلتش على المرحله كثير، انا غير يعني بعض الصور كان باقي مره نشوفهم. يعني عنده تأثير، لابد عنده تأثير، لأنها تغيرت من مدينة من الجزائر إلى المغرب. حتى الهضرة ديالي كانت تقريبا هضرة فيها بزاف ديال الأكسون الألجيريان. يعني أنا ما دوش يعني شي مسائل خايبة في الطفولة ديالي، بحيث أن كانت عندنا عائلة في المغرب، ولكن كاين بعض العائلة ديالي عانوا من الهجره، بحيث انه كانوا خصهم يمشيو لواحد المدينه وما كان حتى شي واحد من العائله في ديك المدينه، فعانوا كثير. يعني حتى يعني اولادهم يعني هما اولاد عمي تاثرت فيهم في ديك الهجره ديال المغرب من الجزائر. فعلا كنفكر باش ندير شي حاجه مثلا ديال ديك المعاناه للناس اللي عانوا في ديك الفتره، بحيث ان يعني شيء ما يتقبلوش العقل ان دوله اسلاميه تهجر انسان مسلم، في حين انك احنا تنعيشوا في دوله اوروبيه. ما شوف القوانين اللي موجوده، هذا هو المسائل اللي كيخليك بعض كفنان كتفكر كتقول كيفاش دوله عربيه كتهجرك، ورغم انك انت كتكلم عندك نفس التقاليد وكتكلم اللغه العربيه وكل شيء، ولكن هجروك لانه لاسباب سياسيه. ولكن انت تتعيش مع يعني الناس اللي ما عندهم لا ديانه ولا ما عندهم دين، ولكن كيحترمه كإنسان.